واحد بيقول برضو جاء في جريدة وطني ان قداسة البابا وافق على فيلم مصري عن السيد المسيح بعد الاطلاع على السيناريو. الكلام ده كلام غلط 100%، لان نفس اللي بيوضع السيناريو بيقول هيخلص من وضع السيناريو بعد سنة ونص، يعني السيناريو لسه لم يوضع، فكيف انا وافقت عليه وهو لم يوضع بعد؟ بالمناسبة لي لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد، لا تصدقوا كل ما يقال عني في الجرائد. لسه قريت في بعض المجلات بالنسبة لحكاية شفرة دافنشي ان في خلاف بين الارثوذكس والانجيليين البروتستانت، واتصلت تليفونيا بالدكتور صفوت البياضي قلت له ايه الحكاية، قال لي احنا مش بس متفقين، بس احنا متفقين 100%، ومع ذلك قالوا في خلافات. قلت له ما ليه قايلين في خلافات؟ قال لي عشان يتنشر الخبر، لو ما قالوش في خلافات الناس مش هيقروا. أنا لما جم يكلموني على الفيلم بتاع المسيح اللي هينتجه واحد مصري، يعني العبارة اللي قلتها بالظبط يعني لا يمكن أصدق إن واحد مهما كانت قدرته على التمثيل يستطيع ان يتقن تمثيل شخصية السيد المسيح. السيد المسيح كانت شخصيته لها تأثير عجيب، مجرد نظرته لها تأثير، مجرد مشيته لها تأثير، مجرد حنانه له تأثير، مجرد كلامه له تأثير، مجرد لهجته لها تأثير، كل ما فيه له تأثير. فمين اللي هيقدر يمثل شخصية من هذا النوع؟ شخص يعني أروع جمالا من بني البشر، مين يقدر يمثل شخصيته؟ حتى قيل لي من الذين حضروا في فرنسا الفيلم بتاع دافنشي ده، بيقولوا شخصية المسيح فيه يعني عيب خالص، لا تأثير لها وحاجة مشوهة يعني عيب. مش كل واحد يقدر يمثل شخصية كبيرة، لا يعني.